إذن المنظومة هي اللي بتنجح، الأساس هو اللي بينجح، السيستم اللي محطوط هو اللي بينجح، الإدارة هي اللي بتنجح الموضوع يعني. وأنا بقول دايما يعني طبعا من الأساسيات والحاجات اللي مخليها النادي الأهلي، طيب قبل ما أقول الحتة دي، الموقع ده حلو، الموقع ده حلو، خليه الموقع ده تحليل مباريات الوداد أو من أكبر المواقع اللي موجودة في المغرب. خليني أقول لكم الكلام اللي مكتوب، يعني ناس بتقدر يعني إيه مبادئ اللي الناس هنا بتزعلها بتوجعها أو الكلمة ديت يعني. فيعني طب مبادئ يعني لو دي بتوجع الناس كتير قوي، طب مبادئ لو دي بتوجع ناس يا سيدي احنا بنحبها خلاص. طب خلينا بقى يعني ايه، ما هو يعني لا كرامة للنبي في وطن، خلينا نشوف المغرب.